به ولتنصرنه. النبي الذي هو متبوع لأمته لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه يصير ذلك النبي المتبوع يصير تابعا، ليس له إلا لتؤمنن به ولتنصرنه، وهذه صفة التبعية، لتؤمنن به تصدقوه وتنصروه، هذه صفة التبعية. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أشهدت الأمم، كل الأنبياء السابقين أشهدوا الأمم على ذلك. وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هو العهد، الإصر هو العهد، أخذتم على ذلكم إصري، فأخذت العهود أخذها الأنبياء على سائر الأمم. كل نبي يأخذ العهد على أمته أن يكون إيمانهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث أن سيدنا آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة، فكان أول ما قال، قال اللهم بحق محمد أغفر لي. قال وما يدرك ما محمد؟ قال إنك يا رب حين خلقتني نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك. فالإيمان كله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والسبب في ذلك أن كل نبي أوتي النبوة في زمانه الذي كان فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة في زمان الخلق الأول. قال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، والحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، والحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم وسأله ميسرة الفجر، قال يا رسول الله ما كان أول نبوتك؟ قال أخذ الله الميثاق. وقال صلى الله، والحديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت نبيا وآدم بين الروح والجسد.